زي ما عودناكم في قناة النادي الأهلي لازم الختام يكون مختلف، احنا بنختم بنجم من نجوم النادي الأهلي والختام بتاعنا ختام يعني مختلف، إمام عاشور اللي بنقول له وش السعد يا إمام. إمام مليون مبروك، أول بطولة أفريقية نقول لإمام عاشور مع النادي الأهلي، أول بطولة أفريقية لها مذاق تاني، لها طعم تاني. إمام مليون مبروك، مليون مبروك على حاجات كتير وأيام كتير أنت عشتها جوه النادي الأهلي. الحمد لله، طبعا بشكرك يا فاروق وبشكر دكروري والحمد لله. يمكن انا مختلف شويه، فرحتي مختلفه شويه عن باقي اللعيبه، لان ده كان انا قلتها حلم من احلامي ان انا احقق بطوله افريقيا، والحمد لله طبعا اللعيبه رجاله ساعدوني في حاجه زي دي، واتكلموا حتى معانا النهارده في المحاضره ان لازم يا رجاله ان شاء الله نقف مع بعض عشان نساعد امام، يمكن اول بطوله ليا، والحمد لله قدرنا نسعد بعض ونسعد الجمهور بصراحه اللي معانا من اول دقيقه ده لاخر دقيقه. بشكرهم طبعا على الدعم اللي هم عملوه لنا النهارده، والحمد لله ان شاء الله ما تكونش اول بطوله ليا ولسه من المزيد باذن الله. امام، الكلمه اللي انت قلتها دي كلمه ما تعديش كده وخلاص، ان اللعيبه تقول لك النهارده عايزين كلنا نساعد امام علشان يحقق اول بطوله، الامور دي هي سر نجاح النادي الاهلي. اكيد طبعا. بص، احنا يمكن انا اكتر حاجه من يوم طبعا ما دخلت النادي الاهلي يعني انا حاسس بيها ان اللعيبه كلها بتحب بعض، سيبك بقى من اللي بيلعب واللي ما بيلعبش، يعني دي في الاول وفي الاخر يعني ملهاش علاقه ما بيننا ومن بعض في حب. يعني انت تشوف النهارده مثلا تشوف مثلا النهارده قفشه كان عامل ازاي بعد الجون، كان رحت له كذا كوره كان بيقول لي هتتحرك كده، كان بيكلمني دايما على طول، في دعم منهم. كهربا برضو على طول بيكلمني، انا مش عايز انساه عشان ما يمسكش فيا. بس كهربا وانا بسجل معاه قال لي امام ده اخويا الصغير، انا مش هسيب امام، انا في كل مكان هتحرك مع امام. جزء من نجاح امام عاشور في النادي الاهلي بيرجع لكهربا. طبعا ده يعني انا مهما اتكلم على كهربا طبعا مش عارف ادي له حقه، اخويا الكبير، انا بعتبره اخويا الكبير. يمكن هو يعني عنده خبرات اكتر مني، على طول بيكلمني دايما في اي حاجه انا ببقى مش فاهمها مش عارفها بروح له، هو بيفهمني طبعا، لان هو زي ما انت قلت دلوقتي هو اخويا الكبير طبعا، فباخد رايه في كل حاجه. الطياره وانتوا رايحين تونس الكابتن الخطيب وقف معاك شويه، قال لك ايه؟ كان بيطمن على شعرك. ما خلاص قصيت اهو، خلاص والله قصيت. كابتن قال لك ايه؟ لا، كان الكابتن بيتكلم معايا عادي، وانا قلت له ان شاء الله تبقى اول بطوله ليا افريقيه والحمد لله. امام عاشور قبل ما يجي النادي الاهلي، ايه اللي انت شفته مختلف جوه النادي الاهلي؟ بتعيد؟ بصراحه النادي الاهلي مختلف عن اي نادي في مصر، مع احترامي طبعا، والله ما بقول كده يعني مش مجامله، يعني اكيد الناس كلها شايفه والناس كلها حاسه بده. النادي الاهلي نادي كبير طبعا، الواحد مهما يتكلم يعني مش انا اللي هقول، يعني اكيد مش انا اللي هقول، النادي الاهلي نادي كبير، واي حد في العالم كله يتمنى ان هو يلبس شيرت النادي الاهلي، وده شرف ليا طبعا ان انا العب في النادي الاهلي، والحمد لله حققت حلمي النهارده الحمد لله ببطوله افريقيا، وان شاء الله لسه اللي جاي احسن باذن الله. إمام، بتحقق حلمك بدوري ابطال افريقيا، في حلم تاني كبير، عندنا كاس عالم في امريكا، عندنا بطوله الانتر كونتيننتال، اعتقد جوه النادي الاهلي الحلم بيبقى حقيقه. اكيد طبعا. بس طول ما انت بدل لبست شيرت النادي الاهلي فكر في اي حاجه مع اللعيبه الرجاله دي، فكر لا في اي حاجه. لا استنى يا امام، انا عايز اقف عند الكلمه دي، يعني ايه طول ما انت لبست النادي الاهلي تيشيرت النادي الاهلي احلم بكل حاجه؟ الكلمه دي كبيره. ايوه طبعا، ما انا قلت لك مش اي حد يحس بالنادي الاهلي غير اللي جوه النادي الاهلي، وده شرف ليا طبعا ان انا موجود في وسط اللعيبه دي ولاعيبه رجاله بصراحه، حابب اشكرهم وحابب اشكر الجمهور، والف مبروك للنادي الاهلي جمهور النادي الاهلي. يا انا عايز اقف عند جزء مهم في حياه امام عاشور وهي اسرتك، في اقرب الظروف واصعب المواقف زوجتك. امي عشان زي المره اللي فاتت. لا والله، بص انا يمكن دول اهم حاجه في حياتي طبعا، ما بحبش ارجع وانا زعلان، يعني هم ما بيحبونيش يشوفوني وانا زعلان، دايما هم عارفين ان انا متعود، يعني بحب المكسب، انا راجل بحب المكسب، ما بحبش الخساره ابدا، حتى لو بلعب مين ما بحبش الخساره، فطبعا هم سند كبير ورايا، يعني على طول في ظهري وعلى طول معايا، مراتي وامي وحماتي وحمايا وعمر. اوعى تنسى وش السعد البنوته الجديده، اعتقد وش السعد طبعا كوكو، طبعا طبعا وش السعد هروح لها دلوقتي عشان وحشتني والله، بقالي 3 ايام ما شفتهاش. امام، مش سهل انك تكسب حب جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي جمهور بيفهم قوي، مش سهل انك تكسب حب جمهور النادي الاهلي او تعلم وتبقى مؤثر مع جمهور النادي الاهلي. امام في فتره قصيره جدا وبسيطه جدا، مع الاحترام لكل شيء، امام بقى بالنسبه لجمهور النادي الاهلي علامه وايقونه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. والله دي حاجه انا مبسوط منها جدا طبعا، ان جمهور النادي الاهلي يحبني طبعا، انا بحبهم برضو والله، وعايز اوجه لهم رساله والله،
يعني مش انا لوحدي اللعيبه، بتكلم برضو بمناسبه اللعيبه، احنا كلنا بنعمل كل حاجه في الملعب عشان خاطر الجمهور، لان احنا النهارده احنا اول ما شفنا الجمهور بصراحه احنا خدنا باور اكتر من اللي عندنا بصراحه. الناس ما قصروش معانا في اي دقيقه، من اول دقيقه لحد اخر دقيقه هم معانا، وحابب اشكرهم طبعا، اقول لهم الف مبروك. امام بيحلم بايه مع النادي الاهلي؟ ما انا قلت لك اللي لابس تيشيرت النادي الاهلي يحلم باي حاجه، في كاس عالم امام اكيد اي حلمك. حاجه والله. والله طول ما لبست التيشيرت النادي الاهلي احلم باي حاجه، امام احلم ومعاك لعيبه رجاله وجمهور ما شاء الله عليهم، يعني من اول دقيقه لاخر دقيقه زي ما انا قلت لك النهارده. امام اخيرا في اول سنه بتاخد دوري ابطال افريقيا، بتعملوا رقم قياسي للجيل ده، ان اول مره في تاريخ افريقيا فريق ياخد البطوله وما دخلش في مرماه غير هدف واحد. النجاح بينسب للكل، والمجهود بينسب من خط الدفاع لحارس المرمى، اعتقد ده رقم قياسي بيسجل ليك وبيسجل لكم كجيل تاريخي في النادي الاهلي. طبعا انا زي ما قلت لك انا مهما اتكلم عليهم، يعني لو فضلت اقول واحد واحد باسمه مش عارف اديهم حقهم بصراحه. اللعيبه رجاله، الحب ده يعني انا مبسوط بصراحه ان كله بيحبوا بعض. امام انا بقطعك، ان الكلام باين في عينيك، الفرحه باينه في عينيك، انت ما بتعرفش على فكره امام، انت ما بتعرفش تجمل الكلام. انا لسه ما فرحتش طبعا، انت عارف ليه لسه ما فرحتش؟ اللي انا كنت فيه دلوقتي، فلسه الفرحه جايه ان شاء الله باذن الله، دلوقتي حالا، اول ما اطلع من اول ما اخلص معاك، بس انت سيبني. افريقيا ليها بطل واحد، النادي الاهلي. الاسد بيعمل ازاي امام؟